الحل هو الاحتفاظ بالكرة وعدم تضييعها، لأن تضييع الكرة يعني تمنح فرصة للخصم أنه ينظم لعبه ويقوم بهجوم خاطف وسريع وتدخل الدفاع. كرة بالخطأ، الهدف الأول، كرة بالخطأ تستغل هذه المرة بذكاء وسجدة نبيل كوكي. طبعا هدف بهذا الخطأ، كرة من الدفاع الأولمبي، المتابعة كانت متميزة من بن عياد رياض، يتمكن من مباغتة الحارس دعاس ويوقع الهدف الأول. كرة في العمق كانت ممتازة، اصطدمت بلاعب من أولمبي المدية. دغموم، هل يمر دغموم يتمكن من إيصال الكرة ناحية رفيقه، محاولة تسديد من جابو، جابو وعودة موفقة لجابو وفرحة جابو وزملائه بالهدف الثاني. جابو قلت الخبرة المواعيد، وصلت كرة ممتازة من دغموم لوحده بعيد عن كل مضايقة، سدد باليسرى وكرة مباغتة باغت الحارس دعاس، وجابو وعودة موفقة لجابو يوقع الهدف الثاني لمصلحة الوفقها لوحده ولا أحد في التبو. جابو يكون مرعب في التسديدات هذه. دباري أم جابو، دباري ومباشرة في الشباك، هدف ولا أروع من دباري. المدافع دباري سجل الكثير من الأهداف في الموسم الماضي بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، في كما كنا نشاهد في المدرب نبيل كوكي منفذة بدقة. المتابعة فقط من دعاس، لم يتحرك، بقي يتابع الكرة تقر في مرماه بهذه التنفيذة وبهذه الكرة التي نفذت بطريقة وبكيفية رائعة، باغت دعاس والوفاق يضيف الهدف الثالث في النتيجة النهائية وفي المحصلة النهائية. الوفاق نقدر نقول أنه عاد في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل 3 أهداف كاملة، الهدف الثالث من هذا المدافع بهذه الطريقة، ويتضرب فعل